بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في مادة جديدة من مواد كلية ينبع الصناعية ET105، أو بما تسمى الآن في الخطة الحديثة ELITE 105، اللي هي مادة الإلكترونيكس 1. طبعا صمم هذه السلايدات المهندس نافع العنزي والمهندس روبرتو سنتوزا، مشكورين. أقدمها لكم أخوكم أحمد بحسين. قبل ما أبدأ، للأمانة أنا ما درست هذا الكورس قبل كده، ولكن حابب أضيف هذه المادة لمكتبة المواد اللي أنا بشرحها. مادة جدا مهمة وإن شاء الله نستفيد مع بعض. طبعا هي أنا حبيت أنوه هذا التنويه لأنه ميزة كبيرة جدا للمدرس اللي يدرس مادة ثم يبدأ يشرحها. طبعا ياخذ خبرة أو طريقة الشرح حتى تتغير حسب ردود فعل الطلاب إلى الشرح. فالآن أنا ما قد درست هذه المادة، فما عندي طلاب أقدر أشوف كيف الطريقة الأمثل لأني أوصل لهم المعلومة، ولكن إن شاء الله أدعو الله أنه يوفقني في شرح هذه المادة. في هذا الكورس راح نتكلم على، في شابتر 1 حنتكلم على السيمي كوندكتور دايودز and its application. ثم في موديل 2 راح نتكلم على الترانزستورز. بعد كده راح نتكلم على الاوبريشنال امبليفايرز، وثم الاوسيليترز، واخيرا راح نتكلم على الباور سبلايز او الفولتج ريجوليترز. نبدا مع السيمي كوندكتورز، ولكن في فيديو راح اضيفه الان. طبعا هو من مادة الـ 101، فيديو جدا مهم بيتكلم عن الكهرباء، أسسها أو قانون أوم بوجهة نظر كيميائية. موجود الشرح في مادة الـ 101، ولكن تحتاج تراجع لأنه كلام جدا مهم قبل لا نبدأ في هذا الدرس. طيب خلينا نتكلم على الكهرباء أساسها من وجهة نظر كيميائية. كيف بتولد الكهرباء، كيف بتتولد الكرنت، كيف بيمشي في الدائرة، وكيف موجود عندي، أو إيش فائدة الريزيستنس. طيب أنا لو عندي، نفترض أنه عندي هنا مصدر للطاقة، طرف موجب وطرف سالب، عندي هذا السلك في الدائرة الكهربائية. طبعا كلكم دارسين المفترض الـ 101، ولكن خلينا نكمل مع بعض. أنا بحاول أسوي دائرة كهربائية، هذا السلك اللي هو الموصل، وبعد كده عندي المصدر، هذا الطرف الموجب، هذا الطرف السالب. طيب داخل السلك هذا، أو السلك هذا بيتكون من إيش؟ السلك بيتكون من ذرات، من أتومز. فلنفترض أنه عندي هنا ذرات داخل السلك، أو نواة الذرات مع الذرة كاملة. هذه نواة الذرة، وهذا شكل افتراضي لذرة. طبعا احنا عارفين انه كل مدار له عدد معين من الالكترونات. النواة تتكون من البروتون الموجب والنيوترون المتعادل، وعندي هنا الكترونات شحنتها سالبة. طبعا اللي يهمنا احنا في الكهرباء الالكترون اللي في المدار الاخير هو اللي بيدخل فيه، هو اللي بيتحرك، وهو اللي بيعمل. من كلمة الكترونيات احنا يهمنا الالكترون في المدار الاخير. فهنا موجود عندي ذرات، هذه مثلا ذرات موجودة في كامل السلك هذا، موجودة ذرات طبعا فيها كاملة، بروتون نيوترون وغيرها. في هذه الذرات طبعا قلنا اللي يهمنا الالكترون اللي في المدار الاخير. طبعا دائما اغلب الموصلات الكويسة اللي توصل اللي هي المعادن بصفة عامة، ولكن افضلها النحاس، الذهب، الفضة. المواد هذه هي اللي بنستخدمها في التوصيل، وطبعا في مواد غيرها، ولكن طبعا النحاس بيستخدموه لانه ارخص المواد. طبعا عندي هنا شحنات اللي هي شحنات الالكترون، ولنفرض نخليه باللون الاخضر، الشحنات تكون سالبة. فلو عملنا فرق جهد بين النقطتين هذه، عندي هنا الجهد هذا السالب، والجهد اللي هنا هو الجهد الموجب. فإحنا نعمل فرق جهد بين النقطتين، إيش حيصير؟
طبعا الالكترون زي ما درسنا في السابق انه الالكترون او المغناطيس القطب الموجب بيجذب الجزء السالب، والقطب اللي اذا كان سالب مع سالب بيحصل تنافر بين الالكترونات. فجميع الالكترونات اللي باللون الاخضر عندي هنا راح تحاول تتوجه او تنجذب الى القطب الموجب، فحيصير عندي هنا تجمع للشحنات السالبة. حركة الشحنات، اي شحنة سالبة حتمشي في هذا الاتجاه في السلك الى ان تصل في هذا المكان، بينما اللي باللون الازرق هذه يسموها هولز، او هذه هي النواة الخاصة بالذرة اللي هي اللي تحتوي على البروتون والنيوترون. طبعا حجمها جدا كبير بالمقارنة مع الالكترونات، بلاش كلمة هولز لانه راح نستخدمها بمعنى اخر، ولكن هي هذه النواة تبع الذرة ثابتة ابدا ما تتحرك، وهذه اللي تسبب لي الحرارة في الاسلاك حسب سرعة التيار او فرق الجهد، حسب قيمة فرق الجهد اللي موجود بين الموجب والسالب اللي عندي، فيقوم يتكون لي حركة للإلكترونات تدعى بالكرنت. الإلكترونات طبعا دائما احنا في حلنا نفترض انه الكرنت بيمشي من الموجب للسالب، ولكن هو في الحقيقة الإلكترونات بتتحرك من السالب الى الموجب. وطبعا لازم نضيف شيء اللي هو مقاومة. طبعا لو افترضنا انه هذه رسمة ريزيستور الان هنا، ليش ايش فايدة الريزيستور؟ عشان يعمل لي كنترول على حركة هذه الالكترونات وما يصير السالب مع موجب شورت وبنحرق معايا السلك. المقاومة عبارة عن ايش؟ المقاومة عبارة عن هي مادة عازلة او شبه موصلة معها مادة موصلة، يعني نحط نسبة كربون مع نسبة مثلا ألمنيوم، كل ما زادت نسبة الكربون عن الألمنيوم صارت هذه المقاومة قيمتها أكبر، كل ما زادت الألمنيوم أو المادة الموصلة عن الكربون فصار قيمتها جدا قليلة، فهذه هي المقاومة. وبهذا الشكل صار عندي دائرة كهربائية وفي كارنت بيتحرك من الطرف الموجب إلى الطرف السالب، كل اللي همنا هنا هو الإلكترون. الآن نكمل مع الماتيريالز، أنواع المواد اللي عندنا. طبعا احنا عارفين ودرسنا انه في مواد موصلة conductors، وفي مواد شبه موصلة اللي هي semi conductors اشباه الموصلات، وفي مواد تسمى بالعوازل. طبعا عندي الconductors المواد الموصلة زي الميركوري اللي هو الزئبق، ايرون الحديد، كوبر النحاس المعروف اشهر الموصلات، واخيرا عندي الجولد. بنستخدم النحاس لانه هو ارخص سعرا وموجود، الميركوري في الحالة الصلبة نادر الوجود ولكن هو موصل جيد جدا ويستخدم في بعض التطبيقات الكهربائية، والايرون الحديد معروف انه موصل ولكن سعره غالي وصلب جدا التحكم فيه. عندنا اشياء شبه موصلات زي الكربون زي السيليكون زي الجيرمانيوم، وعندنا عوازل معروفة زي الورق زي الربر المطاط، وعندنا البلاستيك، وعندنا الود الخشب يعتبر من العوازل. فهذه عندنا أنواع الماتيريالز من وجهة نظر كهربائية، التصنيف من وجهة نظر كهربائي. طيب نيجي بعد كده واحد يسألني يقول لي هل المقاومة تقاوم الكرنت، تقاوم التيار، هل تعتبر عازل أو تعتبر كوندكتور أو تعتبر سيمي كوندكتور؟ المقاومة هي سيمي كوندكتور مصنوعة من الكربون، واحنا شايفين الكربون موجود من السيمي كوندكتور لانه يوصل بدرجة معينة. هو عندنا احنا الكوندكتورز الموصلات في وحدة للكوندكتيفيتي للتوصيل هي وحدة السيمنز اللي هي عكس الريزيستنس اللي هي وحدة العزل. الكوندكتيفيتي اللي هي واحد على R وحدتها السيمنز. طبعا كل ما زادت الوحدة هذه كل ما زاد العزل، كل ما صار قريب اكثر للانسوليتر، وكل ما قلت كل ما قل العزل او زادت الكوندكتيفيتي صار كوندكتور. ففي اشياء اشباه موصلات توصل في حالات معينة وتعزل في حالات معينة زي المقاومة. اذا زادت الشوائب اللي في المقاومة زادت نسبة الكربون الى المادة الموصلة حتصير عازل، كل ما زدت الكربون اكثر تبدأ تعزل اكثر، فانت تقدر تتحكم في التوصيل الخاص بها.
هذه انواع الماتيريالز. نكمل بعد كده مع الماتيريال زي ما شرحنا. احنا قلنا عندنا كوندكتورز، سيمي كوندكتور، انسوليتور. احنا هنتكلم في هذا المادة هنتكلم على السيمي كوندكتورز، اللي هو عندنا نوعين من السيمي كوندكتورز، الانترنزك والاكسترنزك. ايش معنى الانترنزك؟ اللي هي تكون شبه موصلة بذاتها، قائمة بذاتها. راح ناخذ امثلة وراح نشرحها ابسط شكل لها او ابسط شرح عشان نقدر نفهمها، اللي هو لما يكون عندي عدد الالكترونات في المدار الاخير يساوي عدد البروتونات، عدد الالكترونات يساوي عدد البروتونات. واسهل شيء عندي اللي هو السيليكون، ذرة السيليكون بيكون فيها 4 الكترونات و4 بروتونات في المدار الاخير. اكسترينزك اللي هو الاشياء اللي احنا بنضيفها، لما يكون عندي عنصر ثابت ولكن انا ابغى اخليه يكون بوزيتيف زيادة، عدد الالكترونات تصير زيادة، البوزيتيف النيجاتيف لو زادت الالكترونات السالبة حيصير ان تايب نيجاتيف تايب، ولو زادت قلت الالكترونات عن عدد البروتونات حتصير بي تايب اللي هو البوزيتيف تايب. فهذا الانترنزك والاكسترنزك. طيب رح نتكلم هنا على العوازل، ونعتبر هذه الدوائر اللي موجودة عندي هنا ذرات، الالكترونات هذه المدار الاخير. طبعا انا عامل مدار واحد، والمدار الاول زي ما احنا عارفين 2، ثم المدار اللي بعده 8، ثم 18. ولكن احنا هنا عندي في المدار الاخير مجموعة من الالكترونات، ما همني كم مدار موجود، ولكن هذا هو المدار الاخير. الان الانسوليتورز have tightly bound electrons in their outer shell، طبعا يكون في روابط في المواد العازلة، الرابط جدا قوي وصعب انك تفك الالكترونات منها. احنا دايما قلنا ندور على الالكترون الحر اللي سهل اننا نسحبه من هذه الرابطة، من الذرة نفسها. These electrons require a very large amount of energy to free them for conduction، تحتاج طاقة عالية عشان نقدر نطلع الالكترونات من المدار الاخير، فهذه اصلا ما تعتبر من الموصلات الجيدة. Let's apply potential difference اللي هو فرق جهد او فولت across the insulator above، زي ما احنا شايفين هنا عند الطرف ضفنا الطرف السالب وهنا ضفنا الطرف الموجب. The force on each electron is not enough to free it from its orbit، القوة على كل الكترون غير كافية انها تحرره او تفك الرابطة هذه على اساس يصير في نقل للكرنت. طبعا هو الكرنت تعريفه عبارة عن ايه؟ حركة الالكترونات في الدائرة. And the insulator does not conduct، هذا العازل او هذه المادة ما بتوصل. Insulators are said to have a highly resistivity or resistance، الانسوليتر في العادة فيها يكون مقاومة عالية. ليش مقاومة عالية؟ لأنك الالكترونات قوية، الرابطة جدا قوية، بتقاوم التيار اللي انت بتمرره فيها، او بتقاوم، معلش مو التيار، نقدر نقول بتقاوم فرق الجهد اللي انت اضفته على هذه المادة. طيب ولنفترض انه عندي هذه الذرة تحتوي على الكترون واحد في المدار الاخير. مثال، ابسط مثال عندنا النحاس اللي دائما بنتعامل معاه فسهل اخراجه. Conductors have loosely bound electron in their outer shell، يكون في الكترون حر او خفيف، ممكن حتى لو 1، 2 إلى 3 تقدر برضو تفكها، غير لما تلاقي في المدار الاخير 18 مثلا الكترون، صعب جدا تفك الرابطة بينهم. These electrons require a small amount of energy to free them for conduction، هذه الالكترونات فقط تحتاج كمية بسيطة من الطاقة عشان تحررها. Let's apply potential difference again across the conductor above، حنضيف البوتنشال ديفرنس او فرق الجهد. حتلاقي على طول الالكترونات، احنا زي ما قلنا سابقا وانتم عارفين من المواد السابقة انها تتحرك من الطرف السالب الى الطرف الموجب في هذا الاتجاه، وهذا ما يسمى بالكرنت. فالآن بنشوف إنه الإلكترونات كلها بتنتقل. The force on each electron is enough to free it from its orbit and it can jump from atom to atom، بيتنقل من ذرة إلى ذرة. الفورس، القوة الموجودة على كل إلكترون كافية إنها تنقله من ذرة إلى ذرة إلين توصل طبعا للطرف الموجب. Thus أو بالتالي الكوندكتور conducts، الموصل هذه أو المادة هذه بتوصل.
Conductors are said to have low resistivity أو resistance، طبعا يكون المقاومة فيها جدا قليلة. طبعا هذا الكلام كله عارفينه ودرستوه أكيد في الـ 101 في الأساسيات، ولكن مهم جدا إن نكون فاكرينه عشان نقدر نفهم الآن العمليات القادمة اللي هي حنتكلم عنها هنا في السيمي كوندكتورز، أشباه الموصلات. احنا كله تكلمنا على العازل وعلى الموصل قبل كده، راح نتكلم على السيمي كوندكتورز. سيمي كوندكتورز هاز ريزيستيفيتي او ريزيستنس بتوين ذات اوف كوندكتورز اند انسوليتر، طبعا يكون فيها المقاومه بين الموصل، المواد الموصله والمواد العازله. Their electrons are not free to move. إلكتروناتها ما هي حرة الحركة، ما تتحرك بكيفها. But a little energy will free them for conduction. يعني هي بصورتها الطبيعية إلكتروناتها ما تتحرك بسهولة، أو إلكتروناتها ثابتة، ولكن تحتاج شوية دفعة على أساس إنها تخرج وتعمل الحركة اللي إحنا نحتاجها عشان نولد الكرنت. The two most common semiconductors are silicon and germanium. أشهر نوعين من أنواع الموصلات اللي هو بيستخدموا السيليكون وبيستخدموا الجرمانيوم. وطبعا السيليكون الآن صار اسم علم، يعني تقول وادي السيليكون مثلا في دبي ولا في أمريكا، هذا شيء مشهور جدا إنه هو بيصنع أغلب الآي سيز اللي احنا بنشوفها والترانزستورز والدايود. حنشوفها الآن، حنشوف كيف تكوينها وعلى إيش مبنية إن شاء الله في هذه المادة. نبدأ مع أبسط صورة إلى نوصل إلى الآي سيز. Silicon has a valency of 4. إيش يعني هذا الكلام؟ السيليكون فيه له تعادل أو توازن أو بالانس من 4. إيش يعني هذا الكلام؟ يحتوي على 4 إلكترونات في المدار الأخير، ويحتوي على 4 بروتونات في نواة الذرة هذه. Each silicon atom shares its 4 outer electrons with 4 neighboring atoms. كل واحدة في رابطة السيليكون تشارك الأربعة الإلكترونات اللي عندها في المدار الأخير مع 4 إلكترونات من مادة ثانية أو من السيليكون. طبعا لو جبنا هنا في جميع الاتجاهات سيليكون زي ما احنا شايفين، حتلاقي إيش في المنتصف هنا؟ حتلاقي إلكترونات متشاركة. وطبعا هنا في المكان اللي احنا ما رسمنا أكيد في واحدة تانية حتشاركها مع غيرها. The picture shows shared electron. في هذه الصورة احنا بنشوف، طبعا شلنا الدوائر ما تهمنا كثير، احنا بنشوف هنا الإلكترونات المتشاركة في هذه الصورة. طبعا هنا في إلكترونات ولكن ما تعنينا الآن. طيب The shared electrons bond، الروابط اللي بين الإلكترونات المتشاركة are shown as horizontal and vertical lines، اللي هي الخطوط اللي بالطول أو بالعرض هذه، between the atoms، بين الذرات. If we extend this arrangement، إذا طبعا مددنا هذا الترتيب throughout a piece of silicon، احنا بناخد صورة مقطعية على السيليكون زي ما احنا شايفين هنا، حتلاقي كل نواة ذرة معها الإلكترونات مشاركة 4 بـ4 مع بعض. فهذا شكل الآن لجزء مقطعي من سيليكون. We have the crystal lattice of silicon، عندنا التركيبة الكريستالية للسيليكون بهذا الشكل أو هذا الجزء المقطعي. طبعا this is how silicon looks when it's cold، لما يكون السيليكون بارد هذا شكله. طبعا ليش قلنا when it's cold؟ لأنه الحرارة مؤثرة جدا في هذا الشكل. ولكن الآن هذا شكل الكريستالة السيليكون من السيليكون في الحالة الطبيعية. It has no free electrons، ما فيها إلكترونات حرة. It cannot conduct electricity، بالتالي طبعا إذا ما فيها إلكترونات حرة ما راح توصل كهرباء. Therefore it behaves like an insulator، بتتصرف كعازل في الحالة الطبيعية من غير أي حرارة. However if we apply a little heat to the silicon، إذا أضفنا شوية حرارة للسيليكون راح نشوف طبعا an electron may gain enough energy to break free of its bond، حيصير في طاقة للإلكترون إنه يفتك من الرابطة هذه، لأنه إحنا قلنا 4 في 4، ففي إلكترون راح يطلع من هذه الرابطة. It is then available for conduction،
and it is free to travel throughout the material، ويكون جاهز للتوصيل ويكون حر انه انتقل في هذه الماتيريال. الان عندي الالكترون هنا بيتحرك حر في هذا الماتيريال. طيب خلينا نشوف، let's take a closer look what the electron has left behind. طبعا الالكترون اتحرك، ساب مكانه مكان فاضي، ساب مكانه فراغ اسمه gap. There is a gap in the bond, what we call a hole. هذا الجاب نسميه هول، عشان كده في الشرح قلت لكم الهول، حنستخدم كلمة ثانية للهول. ما بنتكلم على نفس الذرة اللي هو البروتون والنيوترون، ولكن نتكلم على المكان الفاضي اللي تركه هذا الإلكترون. هذا الهول يلعب دور كبير في العملية هذه، راح نشوف إن شاء الله مع بعض. Let's give a little more character. طبعا خلينا نديها شكل، ولنفترض انه هذا الشكل النجمة، هذا مكان الهول. الالكترون كان هنا موجود، الدائرة السوداء مشي، صار مكانه مكان فاضي اسمه هول. طيب this hole can also move. هذا الهول اتحرك، ولكن كيف تتحرك؟ بحركة الالكترونات المجاورة. لما يجي الالكترون في محله فالهول بيغطي المحل الثاني. An electron in a nearby bond may jump into this hole. في إلكترون من مكان ثاني راح يتحرك، ولنفترض إنه إلكترون من هنا جاء في هذا المكان، فالهول حتصير هنا. إلكترون عبى هذا المكان فصار هذا المكان هنا hole. Effectively causing the hole to move. فالهول هي ما تتحرك، هو الإلكترون اللي بيجي بيغطي المحل حق الهول، هذا هو اللي بيحرك الهول، اللي بيسبب حركة الفراغ هذا. بهذه الطريقة زي ما احنا شايفين انه بيجي الالكترون، بالتالي الهول بتتحرك. هي الهول ما بتتحرك بنفسها، ولكن الالكترون اللي بيجي مكانها. طبعا الكلام هذا مهم جدا، عشان كده كررته الى الان 3 مرات. We have seen that in silicon heat releases electrons from their bond. احنا شفنا انه في السيليكون الحرارة هي تأثر عامل جدا مهم في حركة الإلكترون أو في تحرير الإلكترون من هذه الرابطة. This creates electron hole pairs. بيسوي لي electron hole pairs، أزواج من الفراغات، which are then available for conduction. طيب لو عملنا زدنا الحرارة، زي ما احنا شايفين كل ما زيد الحرارة تبدأ تتحرر إلكترونات بشكل أكثر. كل ما زيد الحرارة الآن بدأت صار في إلكترونات حرة بتمشي، وفي هولز صارت موجودة، والهولز هذه برضو بتتحرك بحركة الإلكترونات الثانية. Take a piece of silicon and apply potential difference across it. حنضيف فرق جهد على قطبيها، زي ما احنا شايفين الموجب والسالب. طبعا الإلكترونات هتروح إلى طرف الموجب زي ما احنا عارفين. This sets up an electric field، في مجال كهربائي throughout the silicon، خلال المادة هذه. Seen here as dash line، هذه الداش لاين الخطوط، هذا هو المجال الكهربائي اللي عندي. When heat is applied، لما أضيف الحرارة عليها، an electron is released. طبعا احنا شايفين هنا الإلكترون، ضفت حرارة في إلكترون اتحرر وصار امشي في هذا المكان. طبعا هنا محل الإلكترون زي ما انتم شايفين. The electron feels a force and move in the electric field. بيحس بهذا الجهد اللي هو الحرارة، طبعا حررته وبتحرك على طول، بينجذب لا إراديا ناحية الجزء الموجب. It is attracted to the positive electrode، للقطب الموجب، بينجذب للقطب الموجب. And re-emitted by the negative electrode، بينطرد. طبعا احنا عارفين سالب وسالب بيصير في عملية طرد، فبينطرد من الجزء السالب، فهذه هي القوة الدافعة اللي بتحرك الإلكترون. طبعا احنا عارفين الفولت هو فرق الجهد بين نقطتين، كل ما زدت الفرق الجهد هذا، كل ما زدت الفولت، كل ما زادت سرعة حركة الإلكترون، زاد الجذب من الطرف الموجب وزاد طبعا الدفع من الطرف السالب. Now let's apply some more heat. خلينا نضيف حرارة زيادة ونحرر إلكترونات أكثر. Another electron breaks free and moves. طبعا in the electronic field. We now have a greater current than before. طبعا
إيش يعني هو الكرنت؟ تعريفه حركة الإلكترونات في الدائرة الكهربائية. كل ما زادت الإلكترونات الحرة اللي بتتحرك، كل ما زاد قيمة الكرنت. And the silicon has less resistance. طبعا صار ما فيها مقاومة. ليش؟ لأنه كل ما قلنا إحنا زي ما شرحنا في السابق، المقاومة هي عبارة عن إنه الروابط تكون جدا كبيرة بين الإلكترونات في المدارات الأخيرة، بحيث إنك ما تقدر تحررها. فهذا اسمه ريزيستنس عالي، مادة مقاومة. فالآن صار عندي less resistance في السيليكون، لأني أنا بحرر الإلكترونات اللي في المدار الأخير. If more heat is applied, the process continues. طبعا كل ما زادت الحرارة، كل ما تحررت إلكترونات أكثر. كل ما أضيف حرارة، كل ما صار في كرنت أعلى، كل ما صار في مقاومة أقل. وبكل بساطة هذه هي فكرة الإيش، السيمي كوندكتورز اللي عندي. The silicon is acting as a thermistor. إيش يعني؟ مقياس حرارة. أنا أقدر أعمل علاقة بين الحرارة الأبلايد أو الحرارة المعمولة على هذا السيليكون، وكمية الكرنت اللي بيعدي في هذه الدائرة. تقدر تعمل معادلة بسيطة وتعرف درجة الحرارة الأبلايد على السيليكون، فبيشتغل زي كأنه مقياس حرارة. Its resistance decreases with temperature. كل ما قل الكرنت، كل ما زادت الإيش، الحرارة أو المقاومة. كل ما قلت المقاومة، كل ما زاد مع الحرارة، بفعل الحرارة حتقل المقاومة. وبكذا نوصل لنهاية هذا الدرس أو الجزء الأول من مادة الـ EAT 105. إن شاء الله نشوفكم في دروس تانية. أحاول أخلي دائما الفيديوهات ما تزيد عن 20 إلى 25 دقيقة، بحيث إنه الطالب ما يفقد التركيز.